حدثنا سفيان عن إبراهيم بن ميسرة عن عمرو بن الشريد عن أبي رافع إن, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الجار أحق بسقبه أو سقبه حدثنا يحيى بن سعيد عن مالك قال حدثني زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف من رجل بكرًا فأتته إبل من إبل الصدقة فقال أعطوه فقالوا لا نجد له إلا رباعيًا خيارًا قال أعطوه ، فإن خيار الناس أحسنهم قضاءً. حدثنا يحيى عن شعبة: حدثني الحكم عن ابن أبي رافع عن أبيه: ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا من بني مخزومين على الصدقه فقال الا تصحبني تصيب قال قلت حتى اذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك فقال ان ال محمد لا تحل لنا الصدقه وان مولى القوم من انفسهم حسن ابن نمير قال: أخبرنا شريك وأبو النضر قال: حدثنا شريك عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن علي بن حسين، عن أبي رافع قال: لما ولدت فاطمة حسنًا قالت: ألا أعق عن ابن بدمين؟ قال: لا ولكن أحلقي رأسه وتصدقي بوزن شعره من فضة على المساكين والأوفاض وكان الأوفاض ناسًا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم محتجين في المسجد أو في الصفة وقال أبو النضر من الورق على الأوفاض يعني أهل الصفة أو على المساكين ففعت ذلك قالت فلما ولدت حسينا فعت مثل ذلك حثنا وكيع حدثنا سفيان عن مخول ابن راشد عن رجل عن أبي رافع قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل وشعره معقوس حثنا هارون بن معروف قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو أن بكيرا حدثه أن الحسن بن علي بن أبي رافع حدثه عن أبي رافع أنه قال: كنت في بعث مرة فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذهب فأتيني بميمونة، فقلت: يا نبي الله إني في البعث، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألست تحب ما أحب؟ قلت: بلى. يا رسول الله قال: إذهب فإتني بها فذهبت فجئته بها. حثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن عاصم بن عبيد الله عن عبيد الله بن أبي رافع ، عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن في أذن الحسن بن علي حين ولدته فاطمة حثنا يزيد اخبرنا حماد بن سلمه عن عبد الرحمن عن عمته عن ابي رافع ان رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف على نسائه في ليله فاغتسل عند كل امراه منهن غسلا فقلت يا رسول الله لو اغتسلت غسلا واحدا فقال هذا اطهر واطيب حدثنا أبو عامر قال حدثنا يعقوب بن محمد بن طحلاء حدثنا أبو الرجال عن سالم بن عبد الله عن أبي رافع قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أقتل الكلاب فخرجت أقتلها لا أرى كلبا إلا قتلته فإذا كلب يدور ببيت فذهبت لأقتله فنداني إنسان من جوف البيت يا عبد الله ما تريد أن تصنع؟ قال: قلت أريد أن أقتل هذا الكلب، فقالت: إني امرأة مضيعة وإن هذا الكلب يطرد عني السبوع ويؤذنني الجائي، فأتِ النبي صلى الله عليه وسلم فاذكر ذلك له. قال: فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فأمرني بقتله حدثنا يحيى بن ادم قال حدثنا شريك عن عاصم بن عبيد الله عن علي بن حسين عن ابيه عن ابي رافع عن, عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان اذا سمع المؤذن قال مثل ما يقول فاذا قال حي على الصلاه قال لا حول ولا قوه الا بالله حدثنا أبو عامر قال حدثنا زهير عن عبد الله بن محمد عن علي بن حسين عن أبي رافع عن مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا ضح أشتر كبشين سمينين أقرانين أملاحين فإذا صلى وخطب الناس أتى بأحدهما وهو قائم في مصلاه فذبحه بنفسه بالمدية ثم يقول اللهم إن هذا عن أمتي جميعا ممن شهد لك بالتوحيد وشهد لي بالبلاغ ثم يؤتى بالآخر فيذبحه بنفسه ويقول هذا عن محمد وآل محمد فيطعمهما جميعا المساكين ويأكل هو وأهله منهما فمكثنا سنين ليس رجل من بني هاشمين يضحي قد كافاه الله المؤنط برسول الله صلى الله عليه وسلم والغرم. حدثنا زكريا بن عدي قال: أخبرنا عبيد الله يعني ابن عمرو عمرو عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن علي بن الحسين فذكره بإسناده ومعناه. حدثنا معاوية قال: حدثنا أبو إسحاق الفزاري عن ابن جريج قال: حدثني منبوذ رجل من آل أبي رافع عن الفضل بن عبد الله بن أبي رافع عن أبي رافع قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى العصر ربما ذهب إلى بني عبد الأشهر فيتحدث حتى ينحدر للمغرب قال فقال أبو رافع فبين رسول الله صلى الله عليه وسلم مسرعا إلى المغرب إذ مر بالبقيع فقال أف لك أف لك مرتين فكبر في ذرعي وتأخرت وظننت أنه يريدني فقال ما لك أمشي قال قلت أحدثت حدثا يا رسول الله قال وما ذاك قلت أففت بي قال لا ولكن هذا قبر فلاء بعثته سعيا على بني فلاء فغل نميرة فدر على أن مثلها مثلها من نار حدثنا هارون أخبرنا أبن وهب قال أخبرنا أبن جريج عن منبوذ رجل من آل أبي رافع، أخبرني الفضل بن عبيد الله ، عن أبي رافع فذكره إلا أنه قال: فكبر ذلك في ذرعي وقال: قلت أحدثت حدثًا قال: وما ذاك؟ قال: قلت أففت. حسن يحيى بن سعيد عن سفيان عن عاصم بن عبيد الله عن عبد الله بن أبي رافع عن أبيه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أذن في أذن الحسن يوم ولدته بالصلاة حسن خلف بن الوليد قال حدثنا أبو جعفر يعني الرازية عن شرحبيل عن أبي رافع عن مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أهديت له شاة فجعلها في القدر فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما هذا؟ يا أبا رافع فقال شاة أهديت لنا يا رسول الله فطبختها في القدر فقال ناولني الذراع يا أبا رافع فناوته الذراع ثم قال ناولني الذراع الآخر فناوته الذراع الآخر ثم قال: ناولني الذراع الآخر فقال يا رسول الله إنما للشهات ذراعان. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إنك لو سكت لنا واتاني ذراعا فذراعا ما سكت. ثم دعا بماء فمضمض فاه وغسل أطراف أصابعه. أصابعه ثم قام فصلى ثم عاد إليهم فوجد عندهم لحمًا باردًا فأكل، ثم دخل المسجد فصلى ولم يمس ماءً. حدثنا زكريا بن عدي قال: أخبرني عبيد الله يعني ابن عمرو وعن عبد الله بن محمد بن عقيل قال: فسألت علي بن الحسين فحدثني. عن أبي رافعٍ مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الحسن بن علي لما ولد أرادت أمه فاطمة أن تعق عنه بكبشين فقال: لا تعقي عنه ولكن أحلقي شعر رأسه، ثم تصدقي بوزنه من الوريق في سبيل الله. ثم ولد حسين بعد ذلك فصنعت مثل ذلك حدثنا عفان ويونس قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا مطر عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن سليمان بن يسار عن أبي رافع عن مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة حلالا وبنا بها حلالا وكنت الرسول بينهما حدثنا حسين بن محمد قال: حدثنا الفضيل يعني ابن سليمان قال: حدثنا محمد بن أبي يحيى عن أبي أسماء مولى بن جعفر عن أبي رافع عن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعلي بن أبي طالب: «إنه سيكون بينك وبين عائشة أمر» قال: أنا يا رسول الله قال: نعم قال: أنا قال نعم قال فأنا أشقاهم يا رسول الله قال لا ولكن إذا كان ذلك فرددها إلى مأنها